い、やります、はい。Thanksgiving and all that people have. Yeah. But I don't want, yeah. Sorry. Don't want to sit. I'm hanging on for this session. Good afternoon, everybody. Thank you for joining. أهلاً بكم وشكراً على حضوركم هنا. نتحدث اليوم عن التحديات في الحوكمة في العصر الرقمي. تناولنا الغداء قبل قليل. وبالتالي إيقاعنا بطيء بعض الشيء. على كل حال لدينا هنا ممثلين عن جهات مختلفة. كان من المفترض أن يدير هذه الجلسة السيد روتشيلد فابريسيا هوخشيلد، أما أنا فأنا أنوب عنه. أنا ديفيد كالي من الأمم المتحدة. أود في البداية أود أن أبدأ مع التكنولوجيات التي نتعامل معها وبشكل مختلف من التكنولوجيات في القرن العشرين. فالتكنولوجيات الحديثة لا تأتي من الدول، وكما أشار إلى ذلك الأمين العام قبل أمس، أنه الترخيص يحتاج عادة إلى 3 أو 5 سنوات، وبالتالي إن كان كذلك فلا نستطيع أن نكون على مستوى التطورات في القرن 21. نحن هنا من أجل أن نتحدث عن سبل عابرة للاختصاصات، من أجل أن ننظر إلى وضع السياسات. إذن في
الجزء الأول سيكون هناك مداخلات من الزملاء والزميلات، وفي القسم الثاني نتحدث عن أمثلة ناجحة وغير ناجحة. أقدم إليكم في البداية الموجودين على المنصة: مولي ليشر من الـ OECD، فعملك أصلا متعدد الاختصاصات، وأنت قمت بأعمال مختلفة جدا. سوفي بيرسون هي مديرة في غرفة التجارة الدولية، وهنا أيضا هي متنوعة جدا في اختصاصاتها. إذن هناك تطور أيضا حتى لدى الأشخاص الموجودين هنا على المنصة. أنت خبيرة قانونية ولديك خبرات في الطب والإدارة. شيتا الكومار من Global Partners Digital تعمل في بناء الكفاءات بشكل خاص، وهي تعمل أيضا على التعاون مع المجتمع المدني. وعلى اليسار لدينا كينيث سافاري نيشوتي من كونغو. أنت تعمل في أمور المساواة للشباب والجنسين. سافاري كان محافظ في شمال كيفو في كونغو. سوف نستمع إلى كلمات تمهيدية افتتاحية من كل واحد، بعد ذلك نفتح النقاش. في الجولة الأولى أود أن أسأل مولي في البداية كيف هي عمليات السياسة بشكل عابر للاختصاصات، ولديك أيضا بعض الصور حول ذلك في عرضك. شكرا جزيلا، يسعدني كثيرا أن أكون اليوم هنا من أجل أن أتحدث عن إمكانيات العالم الرقمي ومواجهة تحديات ذلك. الجميع يجب أن يجتمعوا من أجل أن يبنوا مستقبل يخدم الجميع، وكلنا نعرف كم هي تحديات كبيرة من أجل أن يؤدي ذلك إلى تحسين حياة جميع الناس. في OECD كنا نعمل مع أكثر من 20 مجموعة في خلال سنتين ونصف، ونحاول أن نشكل مرحلة انتقالية إيجابية. في هذه الصورة يمكن رؤية ذلك، ولدينا أيضا بعض الوسائل، و نتحدث أيضا عن الانتفاع من التواصل والبنية التحتية واستخدام البيانات لتطوير الوسائل. الثالث هو تأمين شروط جيدة للعمل، وخامسا وسادسا وسابعا. فكل واحد من هذه المستويات يجمع الكثير من السياسات المختلفة، وهذا المنطلق يشير بوضوح إلى أننا نحتاج إلى جميع المستويات السبع من أجل التحويل، يعني الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ولكن على أساس الثقة مع الناس. إن لم يتوفر لدى الناس الكفاءات أيضا فتقل الفائدة. إذن هذه الأبعاد السبعة تشير إلى الترابط بينها، وأعتقد أن ذلك يشير أيضا إلى
أنه في بعض الأحيان هناك تناقضات بين الأهداف، ويمكن الاطلاع على ذلك في هذا الكتاب الموجود أمامكم. الكثير من الدول لديها استراتيجية للاقتصاد الرقمي، ولكن القليل منها فقط تدعم فعليا التحول الشامل بين الاختصاصات المختلفة، بحيث أنه يمكن وضع أهداف قابلة للقياس بما في ذلك من مسؤوليات والتنسيق بين الأهداف المختلفة، منها أهداف التنمية المستدامة، ولابد أيضا من ميزانية متوازنة وضرورة التقييم والمراقبة. كلنا نعرف أنه من الضروري أن يحدث ذلك على مستويات حكومية مختلفة بشكل عبر للوزارات، وهذا صعب لجميع المعنيين. نعم، ولكن ما لاحظنا بأن المؤسسات القائمة وبنية الحكومات لديها طابع ثقافي، ولكن التكنولوجيا تستطيع أن تحسن هذه العملية، وهناك بعض التجارب مثلا فيما يخص الاستشارات العامة، حيث تم اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على ردود أفعال وكيف يؤثر ذلك على تغيير السياسة. في الأسفل تشاهدون الـ URL الخاص للتولكيت الموجود لدينا Going Digital، وهي مجموعة وسائل للحكومات من أجل تطبيق ذلك. ويسعدني كثيرا أن يكون لدينا الآن تنافس دولي جديد. إن أخذتم هواتفكم ووضعتم URL هذا، فبإمكانكم أن تردوا علينا في هذا الإطار. بعض التوصيات التي قدمناها هي تأتي من ما يسمى بأفضل السبل، وهناك أيضا أول معيار بين الحكومات، هناك توصيات أيضا لحماية الأطفال في الإنترنت، وهناك غيرها من الخطوط الإرشادية. جميع هذه وسائل موجودة بين هذه المجالات السبع الموجودة هنا، وهذا البروشور موجود على الإنترنت، تفضلوا بالاطلاع عليه. شكرا جزيلا. سوف أستفسر قليلا. تحدثت عن UKAI، يعني توصلت أنجزت توافق بين الحكومات، وصب ذلك في بيان الدول العشرين، وعن مختلف الأهداف والتناقض بين الأهداف. كيف انعكس ذلك على مبادئ الذكاء الاصطناعي؟ عملية الاستشارة كانت تعتمد على مبدأ تعدد الأطراف، وكيف يمكن الاعتماد أو استخدام الذكاء الاصطناعي. عموما تم تنسيق هذه المبادئ على مستوى عال، ولذلك كان هناك اتفاق إلى حد بعيد، ولكن الشيطان يوجد في التفاصيل. ربما بعض الزملاء هنا في الصالة يعملون على تطبيق الإجراءات الملموسة، والنتيجة النهائية سوف يمكن الاطلاع عليها منذ شهر فبراير العام القادم. بالطبع لا يمكن تطوير شيء يعمل بنفس الشكل في جميع البلدان. شكرا جزيلا.
كان جوابك مفصل جدا رغم أنك لم تكوني تعرفين السؤال من قبل. صوفي تفضلي معطينا أيضا بعض التفاصيل عن عملك. شكرا جزيلا. أود أن أشكر المنظمين ويسعدنا أن نكون هنا. أنا صوفي باريسون. أنا أعمل لغرفة التجارة الدولية. نحن نمثل 30 مليون شركة في العالم في أكثر من 100 عام. والغرفة توجد منذ 100 سنة. نحن نعمل في جميع الاختصاصات ونتعاون مع الأطراف المتعددة المعنية. فمنذ بداية هذا المؤتمر الاي جي اف كنت مؤثرة جدا ومبهرة منبهرة أن أسمع أن هناك 3.9 مليار من البشر متوفر لديهم الإنترنت، ولكن بقية الناس ليس لديهم. هذا تحدي كبير لا يمكن أن نعالجه وحدنا. لذلك أود أن أتحدث عن مبدأ تعدد الأطراف. نحن ملتزمون لهذا التعاون في جميع المجالات العالمية إلى الوطنية، وبالتالي نستطيع أن نتعلم من بعضنا البعض. يجب أن يكون لدينا مرونة وأن نقيم سياسة مناسبة للجميع. فهذا يعني واقعيا أن نقوم بأن نبذل جهودا من أجل اتخاذ وتبني بعض السياسات المعينة ومراقبة القرارات السياسية في إطار الاي سي تي وجميع القرارات الخاصة بهذا المجال. إذن لدينا 3 حروف اي، يعني implement والintegrate والimprove، التنفيذ والاندماج والتحسين، وأن نتوجه لجميع الأطراف المعنية عن طريق الاستماعات العامة، أو أن نتوجه للمجموعات المعنية، وبالتالي نعتقد أن ذلك يمكننا من اتخاذ قرارات رشيدة، وهذا يفيد المستهلكين والمصنعين للتكنولوجيا. وهذا يعني أننا نعمل على الصعيد الإقليمي والدولي، ويجب أن نتفادى ازدواج العمل. علينا أن ندمج الكثير من الأشياء والمجموعات. تشير إلى ذلك هذه الصورة، يعني هناك الدائرة غير الخاطئة، وهي دائرة طورتها غرفة التجارة الدولية من أجل إظهار المبدأ تعدد الأطراف، البنية التحتية في الوسط، بعد ذلك التطبيقات والمستخدمين. هذه هي البيئة الرقمية، وكل صعيد يبني على الآخر. إذن هناك الكثير من المستويات المختلفة، بما في ذلك من قضايا سياسية وتقنية واجتماعية وثقافية وحوكمية. وهذه تطور بالذكاء الاصطناعي، وهذه المصالح السياسية في بعض الأحيان متناقضة، وبالتالي نحتاج إلى خبرة الشركات والأطراف المعنية الأخرى، يعني جميع من هم موجودون هنا في الصالة. بعد ذلك لدينا الحلقة الخارجية، يعني أو قبل الأخيرة، وبعد ذلك هناك أهداف التنمية المستدامة التي اتفقنا عليها جميعنا. هذه المستويات تعمل فقط إذا كان هناك ترابط
داخل كل مستوى وبين المستويات. وكما فعلت ذلك مولي، أود أن أشير إلى منشور أصدرناه منذ بضع سنوات، أهداف التنمية المستدامة في إطار الذكاء الاصطناعي. وأود أن أشير إلى التحسينات أيضا. من الرائع أن يكون لدينا إطار وأن يطبق ذلك، ولكن لابد من متابعة وتقييم هذه العمليات ومراقبتها، وهذا يمكن فقط إذا كان جميع الجهات المعنية تساهم في ذلك، وإذا كان هناك مفهوم مشترك ورغبة مشتركة في معالجة المشكلات والأخطاء. استنتاجنا معروف لديكم، ليس هناك منطلق يفيد الجميع بنفس الصورة، هناك تحديات مختلفة في أماكن مختلفة من العالم، وبالتالي يجب أن نراعي هذه التحديات. ربما فيما بعد سوف تتذكرون هذه الصورة عندما نناقش هذا الأمر، ولكن أود أن أتحدث عن مبادرة من الأمين العام. الأمين العام أشار إليها في يوم الاثنين من أجل أن تعمل التكنولوجيات للجميع. هذه مبادرة لغرفة التجارة الدولية، فهنا نريد أن نطبق مبدأ تعدد الأطراف من أجل أن نعمل مع الأعضاء والشركاء من أجل أن تكون خدمات الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية متوفرة للجميع في البنية التحتية والتطبيق والكفاءات. ونريد أن نتعاون أيضا مع السياسيين، وأنا أفاجأ كثيرا كيف أن بعض السياسيين ليس لديهم كفاءات إعلامية أو وسائطية، فنحتاج إليهم ويجب أن نعطيهم هذه الكفاءات المطلوبة. أيضا خلق محفزات مشتركة للاستثمارات، وهناك أيضا طريق آخر نمشي عليه وهو توسيع شبكتنا لتعدد الأطراف. لدينا في غرفة التجارة 35 مليون عضو و 12 ألف غرفة تجارة أخرى هي أيضا عضو لدينا. هناك موضوع آخر له أولوية دولية، تحول المناخ. نحن أطلقنا تحالف في شهر سبتمبر قبل الجلسة العمومية للأمم المتحدة، وحفزنا أعضاءنا في ذلك. نتمنى أن ينضم إلى ذلك أكثر من 200 عضو الذين انضموا إليها إلى الآن. شكراً. يعني هذه الحروف الثلاث الأي، لا ما أستطيع أن أدخل على ذلك حرف أي غابة. يعني كانت فكرة حول الانترسكشن، التقاطع. يعني عندما تحدث عن المنهجية تعدد الاختصاصات، يعني عند تجد يعني أن هناك الحاجة الأكثر لمشاركة الأطراف يعني بشكل متساوي في كل المجالات الثلاثة. أين نحتاج إلى هذه المنهجية التعددية الاختصاصات إلى أكثر حد؟ أعتقد أن منذ البداية لو كانت لدينا هكذا منهجية منذ البداية نستطيع أن نصاير الأجندة بشكل دقيق. يعني لكن من الهام للغاية أن نحصل على كل الأطراف الحاسمة من الخارج أيضا، وأيضا نضمن أن تكون لدينا الأدوات المناسبة وأن تكون هناك مساءلة ومحاسبة، يعني من أجل تحصين. فيما يخص التحصين، يعني هناك رسم البيان الذي قدمته، هذا رائع، يعني هذا إطار مفيد، ولكن يجب تعديله ومراجعته، و علينا أن نتحدى هذا الإطار. يعني أنا أعيش في زمن تشكل تحديات كثيرة لعدد من الأسباب، يجب أن نكون بناءين يعني بالطريقة أننا نجد الحلول. لا أظن أن مجتمع واحد يستطيع أن يجد الحل لوحده. شكرا جزيلا، هذا كلام معقول. لربما ست حروف أي من Global Partners Digital. صيدة الزميلة شيتال، فإذا شكرا جزيلا. لا
فعلا عمراء أن أكون معكم هنا يعني في كل مرة. فإذا هذا في قلب المنتدى أن نفهم هذه المنهجية المتعددة الأطراف ومتعددة الاختصاصات، وهذا القلب النابض للمنتدى، ولذا اجتمعنا هنا اليوم. يعني هذه المنصة أيضا مهمة للغاية. شكرا لنا على الدعوة للتحدث، وأيضا شكرا للمنظمين أيضا. فإذا المنظمة الخاصة بي هو أيضا من الرواد في منهجية تعدد الأطراف. نحن نؤمن بأهمية منهجية شاملة إدماجية وشفافة، يعني بناء على خبرتنا بالعمل مع عدد من الأطراف حول طيف واسع من المواضيع السياسية، وأيضا بناء على خبرة من آخرين في مجالات أخرى. وحسب ما فهمت هناك ثلاث عناصر رئيسية لسيارة السياسة. فإذا أولا رسم الخارطة، ومن ثم سيارة السياسة، ومن ثم مرحلة إعداد المشروع. يعني هناك عناصر أخرى كذلك يعني في العملية لسيارة السياسة، يعني انفتاحية والإدماجية، الانفتاح للجميع، يعني الشفافية والمرونة أيضا. فمن ثم أتطرق إلى كل ذلك في التفاصيل قبل أن أنتقل للتحديث عن سيارة السياسة المتعددة الأطراف. ماذا يعني كله؟ يعني هذا بشكل مناسب وبالوقت المناسب. يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا يمكن أن يعني جميع الأشخاص من جميع الخلفيات والقدرات، يعني دون أن نضع أي قيود، يعني باعتبار هذه القيود، رغم قد تكون هذه القيود والعواقب يعني عواقب لغوية جغرافية، فكان نضمن أن هذه العملية ستكون شاملة مفتوحة للجميع. فهل هذه العملية شاملة للجميع؟ يعني هل هناك مخرجات ستنشر يعني والمدخلات كذلك؟ فإذا ثالثا مدفوع من قبل المحتويات، وهذا هام للغاية أيضا. وأخيرا وليس آخرا، وهذا هام للغاية أيضا، فإذا المحاسبة والشفافية. فإذا يجب أن تكون العملية شفافة من أجل سيارة سياسة متعددة الأطراف. فأيضا من الأشياء هو الإفصاح عن المصالح الأطراف، وأيضا خطوط داخلية للمحاسبة، آليات لكي نضمن التوثيق وشرح القرارات. ما نسمع عنه كثيرا ما عندما يتم يطرح السؤال حول من يجب أن يدعو للجلوس على الطاولة، كيف تحدد الأطراف المعنية؟ فجوابنا لذلك أن الأطراف المعنية أن لديها اهتمام وخبرة مباشرة في هذا الموضوع بالذات، ولكن علينا أن نعترف، وهذا مهم، إن هذا لا يجب أن يكون مقيدا بأي شكل من الأشكال. ففي بعض الأحيان هناك التوجه نحو أننا نغلق الأبواب على أنفسنا في داخل المجتمع المدني وأن ندعوهم فقط. فإذا هناك طيف واسع من الأطراف، يعني إذا هناك خبرة واسعة وعميقة في المجتمع المدني، سواء كان حول الإرشاد نحو الحلول السياسية أو مثلا الحلول الفنية وجمع البيانات الإحصائية. وإذا هناك خبرة واسعة موجودة هناك، فلذا نعتبر أن علينا أن نعتبر ذلك عندما نحدد الأطراف المعنية المهمة. فإذا بالنسبة للتحديات، هذا يعتمد على السياق وعلى الموضوع. يعني عملنا كثيرا مع على الأمن السيبراني، فالسياسات في هذا المجال هناك كثيرا ما المنظور أن إذا أن هناك أمن، فإذا موضوع الأمن يعني لا يجب دعوة عدد محدد جدا ومقيد من أطراف الشأن، ولكن هذا ليس كذلك، بل هذا مسؤولية مشتركة، يعني الأمن في المجال الافتراضي. فإذا أيضا الفكرة موجودة أن هذه المنهجية مكلفة جدا، يتطلب الكثير من الوقت والجهد والموارد. فإذا أظن يعني في فترات لاحقة نظن سيكون الشيء أقل تكلفة ونوفر الوقت لو أدمجنا الجميع منذ البداية، منذ فترة مبكرة. فإذا أيضا هذا يعني لو كانت لديك فكرة خبرة أوسع، يعني هذا سيوفر المال على المدى البعيد. فمرة أخرى الشفافية هنا أيضا هامة،
وبناء الثقة. ما هي الشروط الأساسية من أجل ممارسة دعم هذا البيئة؟ أولا يجب أن يكون هناك التزام حقيقي وصريح ممن يقود هذه العملية. يعني بكل التأكيد هذه الحكومات، يعني يجب أن يكون هناك التزام حقيقي وتعهد من أجل هذه المنهجية المتعددة الأطراف والاختصاصات ومن جميع الأطراف. يعني هذا حامل الغاية، ورأينا أنه هذا شيء المفيد في هذا الصدد، أن يتم تأسيسية الالتزامات في داخل الحكومات وبين الوزارات المختلفة والوكالات وحتى على الصعيد الدولي. والنقطة الأخيرة، وهذا شيء آخر يعني أيضا، يعني كما ذكرتي صوفي، هو أن يعني حاجة إدماج الأطراف المعنية منذ البداية حتى النهاية، إذ أن الشيء المجزأ لا يكون له نفس الفائدة مثل ما سيكون عندما تكون هناك عملية شاملة. فإذا كل هذه الأشياء مترابطة ببعضها البعض. فإذا هذه النقطة الأخيرة، العمليات المفتوحة تؤدي إلى المزيد من الحوار المبني على المعلومات والمعرفة. فإذا الثقة وإذا الشفافية ستسمح بالتعاون الأفضل، ففي نهاية المطاف سيكون هناك نتيجة أفضل. Thank you, Chital. شكرا شيتال. تحدثت عن الشفافية لأنها حاسمة وتطرقت إلى ذلك مرارا، ولكن أود أن أتعمق فيما يلي. في كيف نضمن أن الشفافية ستضمن في الداخل وأيضا في الخارج في الرأي العام الأوسط؟ يعني لو نظرنا إلى النموذج للقانون 21 لسياسة سيارة السياسة، الشفافية الحاجة للشفافية ذات أولوية قصوى، يعني كيف تضمن ذلك في هذه العملية؟ نعم، هذا سؤال أساسي. يعني هناك طرق عديدة، بعض الأشياء قد ذكرتها للتو من أجل ضمان الشفافية. يعني منذ البداية هناك حاجة للوضوح فيما يتم دعوة الأطراف، يعني لماذا تدعو هذه الأطراف، ونشر عناصر النقاش الجاري ما بين الأطراف المختلفة. ويجب أن يكون هناك بروج سهل لهذه المعلومات، وهناك طاقات وترابط بين العناصر. يعني مرة أخرى كما سبقت، هناك وسائل ووسائط متوفرة كثيرة يعني لضمان ذلك، كان نضمن أن الجميع لديها المعلومات الكافية من أجل اتخاذ القرار، يعني وتصحم بشكل معنوي في العملية. فإذا هذا نقطة جيدة، يعني لم تعد هناك عذر للعذوف عن ذلك. فإذا هذه النقطة هامة هنا، المنصات موجودة. فالمتحدثة الأخيرة أنصاف نشوتي، من البديهي هو السياسي الوحيد هنا، ماني أتيت إلى هنا بدون أي تطوين ملاحظات سابقا. فإذا تفضل الكلمة لك. أنا أوبنغ سفر، أنا نائب من الكونغو. قلت أن ليست لدي أي ملاحظات مدونة مسبقا، يعني لم أخطط للتحدث هنا على المنصة، يعني كنت أخطط فقط للجوز على الكرسي. فإذا السيدات أتينا إلى هنا، فإذا كان علي أن أتي إلى هنا أيضا فأن ألقي كلمة. فهذه الفرصة يعني فرصة وحيدة في فريدة من نوعها في الحياة، فإذا لا أستطيع أن أفوتها. فإذا عندما تحدث عن سيارة السياسة في المجال الرقمي، هناك شيء ما تغير. إذ أننا في السابق عندما قمنا بسيارة السياسة، الناس كانوا يفكرون أنه السياسة فقط شيء من القطاع التجاري، من السياسة، من الدولة، من المحامين. فإذا كانوا يوقعون أنهم يحصلون على بعض الشيء من الحكومة، ومن ثم كيف يمكن أن يلتزمون من ذلك. ولكن الآن في العصر الرقمي، الإنترنت ليس فقط شيء ملك الحكومة، بل ملك أولا للمواطنين، هم من يملك الإنترنت. فلو وددنا أن نصنع السياسة لتأثير على الإنترنت، يجب أن تكون لدينا الآراء من كل الأطراف المعنية. والأطراف المعنية في الإنترنت ليست فقط البلدان، بل كل البشرية. والبشرية مصنوعة من قيم ومجموعات اجتماعية لديها مواقف مختلفة. قبل الاتيان إلى هنا تناولت الغداء، وبعد الغداء توجهت نحو الحمامات ورأيت هناك شيئا ما، شيئا صغيرا جداً
ولكن ذو معنى كبير. رأيت رسم جرافيتي على الباب وكنت أفكر إنه هذا الشخص الذي قام بهذا الرسم، هل هذا عادي؟ هل هذا شيء جدي؟ كيف شخص عادي يستطيع أن يرسم هكذا رسومات كاريكاتير يعني بلا معنى على جدران أو على باب نظيف أبيض؟ ومن ثم لاحظت أنني لم أعد شابا كما كنت أظن، إذ أنما عندما كنت شابا يعني استطعت أن أنظر إلى الرسوم الكاريكاتورية لأنها أعمال فنية، ولكن الآن أعتبرها جريمة. وهكذا عندما تنظر إلى عنصر العمر، الشباب يفكرون بطريقة مختلفة عن المتقدمين بالسن، فلربما البعض يظن أنني ما زلت شابا، ولكن مع ذلك أنا كبرت بالقدر الكافي. إذ أنا عندما انهار جدار برلين كنت موجودا، لم أكن طبعا في برلين ولكن شاهدت ذلك على التلفاز، فإذا لربما وجهي لا يبين عليه ولكن أنا كبير نوعا ما. وبالقدر الكافي وحول هذا العنصر لصناعة السياسة، علينا أن نفكر في جميع الأطراف من أصحاب الشأن، ليس فقط جانب واحد وليس فقط من ثقافيا نما في داخل التجارات الإلكترونية، بل كل المواطنين يعني هم يهتمون بحماية حقوق الإنسان في الإنترنت، وكيف يمكن أن يساعد الإنترنت في تحصين حقوق الإنسان، فكيف يمكن أن يساعدنا الإنترنت في الحصول على المزيد من الحرية والديمقراطية. وإذا لدينا أيضا هناك الشأن المجتمع، فإذا القطاع الخاص وما زال لديهم القدرة للمزيد من الابتكار ولخلق المنصات الجيدة في الإنترنت، فإذا هنا نحتاج أيضا وهم يحتاجون أيضا إلى سياسة معينة محددة، ونحتاج إلى مدخلات ومساهمات من كل هؤلاء الأشخاص من أجل الإنترنت، من يقوم بصناعة الإنترنت، ولكن أيضا نحتاج إلى المدخلات والمساهمات من ما زال يفكر أن الإنترنت ليس أولويتهم. أنا أتيت من بلد في كونغو، حيث لدينا أولويات أخرى. كان لدينا أولاً أولوية السلم وصناعة السلام، وعندما نتحدث هناك في بلدنا عن إدارة الإنترنت سيقولون لك نعم أنت تتحدث هكذا، ولكن في الشرق هناك يقتل أشخاص ويموتون، يعني أنت تتحدث فقط عن إدارة الإنترنت. فإذا أفكر في الناس الذين ليس من أولويتهم الإنترنت، ولكن فور تطبيق هذه السياسة أيضا سيتأثرون بذلك. فإذا في طريقة أو في أخرى علينا أن نحصل على مساهمات منها أولئك الأشخاص من المجموعات الاجتماعية من البلدان التي لا تدعى ولا تجعل من الإنترنت من الأولويات الخاصة بها، إذ أنها تتأثر بذلك حتما. وأظن عندما سيحون الوقت فإذا علينا أن نتحدث ما هم عن هذا الموضوع، إذ أنهم لا يعد يمكنهم أن يلحقون بهذه المواقف. لا عالم إذا معنا شخص من جنوب السودان، من جيبوتي، من اللاجئين، من مثل من الصليب الأحمر، لا ليس من الصليب الأحمر بل اللاجئين الحقيقيين، ما رأيهم من سلاسل الكتلة وأن الهوية الرقمية، إذ أنه يطبق على حياتهم الآن، ولكن لا عالم إذا قبل تطبيق ذلك واستخدامها يعني تقدموا بمزاحمتهم. فإذا كنت بودي أن أدخل ذلك إلى هذه المسألة أيضا، كيف نضمن أن لدينا مساهمة من هؤلاء الذين ليس موجودين معنا هنا؟ شكرا. شكرا سفارة. السؤال الذي أطرحه، نتحدث عن التفاعل بين التخصصات المختلفة. لقد تحدثت عن الشباب و
تعامل الشباب مع الإنترنت وأنت الشاب والسفر إلى كينشاسا 3 ساعات وكثير من البرلمانيين يجب أن يسافرون مسافات بعيدة لممارسة السياسة. كيف يمكن إسهام الشباب مثلا في العاصمة فيما يتعلق بمواضيع مثل الذكاء الاصطناعي؟ بعد الانتخابات في بلادنا نحن رأينا وقت ما إننا بعيدين جدا عن الناخبين والناخبات، انتخبونا ولكن لا نحافظ على الصلة بهم، لا يعرفون ماذا نفعله. طبعا هذا يعود أيضا إلى المسافات الجغرافية، يعني هناك 3 ساعات سفر من كينشاسا إلى غولان. إذن ليس هناك سلسلة متابعة مستمرة، ولكن الإنترنت هذا وسيلة جيدة لأن نقضي هذه المسافات الطويلة بسرعة وللتبادل المعلومات، وهذا لا يسري فقط على من يمتلك واتساب. طبعا واتساب هذا أيضا وسيلة مهمة جدا للتبادل على مسافات بعيدة، ولكن عندنا في بلدنا مناطق نائية جدا، وكان مثير لي في الحملة الانتخابية عندما سافرت إلى هذه المناطق النائية والتي شهدت الحرب الأهلية ويتذكرونها باستمرار. وبعد كل اجتماع جاء 2 أو 3 من الأشخاص إلي قالوا احنا كنا على اتصال عن طريق فيسبوك، وهذا كان مدهش إلي، يعني حتى في هذه المناطق فيسبوك كان متواجدا. وإذا هذه هي أداة لتعزيز الديمقراطية أيضا في القرى في الأرياف، ويمكن أيضا حل المشاكل، التغلب على صعوبات البنية التحتية، النقل وإمداد الخدمات الأساسية، ولكن طبعا هذا في حالات منفردة فقط. ولكن من المهم أن البرلمان كله يستخدم هذه الأدوات للحفاظ على الصلة بالناخبين، لأن بعد 5 سنوات في نهاية الفترة التشريعية يتغير البرلمان، وربما هناك ناس يقول هذا ليس ديمقراطية، ولكن في الحقيقة في ديمقراطية. عندنا هذه الولاية التشريعية لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات تقريبا 80% من النواب البرلمان لا يتم إعادة انتخابهم، لأن الناخب ليقولوا في النهاية لا هم لم يفعلوا شيئا لصالحنا. إذن هذا شيء صعب، يعني نحن نعمل ولكن هم لا يحسون بأننا نعمل في خدمتهم. ربما من خلال الإنترنت والاتصال على الإنترنت نحسن ذلك ونحيي أيضا الديمقراطية. هذا مثل جيد لما تفعل شبكة الإنترنت من أجل الديمقراطية. الآن أفتح المجال للأسئلة من الجمهور، عندنا 10 دقائق، ربما يمكن نقبل 3 أسئلة. 1، 2، الثالث من هناك، نرى هناك، نبدأ هناك. رجاء أن تقدم نفسك. اسمي ديمن تمبيني من معهد الاقتصاد. أنا مدعو من قبل الحكومة البريطانية، ولكن أتحدث كفرد هنا وأتساءل، ليس من الممكن أن أطرح اقتراحا هنا للمنصة. على ما يلي، نحن الآن ندخل حقبة جديدة في العلاقات ما بين الأطراف المعنية المتعددة، والفكرة أنه يمكن أن الشركات تقود هذه العملية وأنه يتم تكسير ذلك على مجموعة صغيرة من الأطراف المعنية، هذه التصورات ليست
منطبقة اليوم. سفاريس اقتراح أن كل فرد هو طرف معني، فيه كثير من الحقيقة. ما هي التغييرات؟ يعني الشك في الديمقراطية، الأخبار الكاذبة، معلومات كاذبة وخاطئة أدت إلى تغييرات، الأمر اللي يحتاج إلى سياسة جديدة، أشكال جديدة من المحاسبة في الاستعمال الأخبار الكاذبة والآخر. هذا ناقشناه. وثم من الإنترنت، يعني الأخبار الكاذبة لا نراها على صعيد الوطني فقط، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالسيادة الوطنية والتدخل من الخارج في العمليات الديمقراطية، وهذا يتطلب حلول سياسية أوسع التي تناقش على الصعيد الوطني. أليس هو الحال أن هناك هذا يتطلب أيضا أشكال جديدة للتعاون بين الأطراف المعنية المتعددة؟ إن كان هذا هو الحال، كيف يمكن فعلا إيجاد وتطبيق هذه الحلول السياسية الجديدة؟ لأن هذا هو نوع من التدخل في حرية التعبير وعمليات إيجاد المعلومات. الحكومات تحاول التدخل ولعب دورا على المنصات الإلكترونية. سؤالين إضافيين. ستيف سونغي من نتشويس اسمه، وأود أن أعرف منكم، هل فكرتوا في القابلية للقياس؟ يعني كيف نقيس لأي مدى تؤدي ما نفعله إلى تغييرات؟ مثلا سفارة يمكن يرجع إلى كونغو ويدخل عملية شفافة للشباب، يمكن يستخدم طقم الأدوات، ولكن كيف نعرف أن هذا يكفي أو لتغيير الحياة أو النظام السياسي؟ أو هل يؤدي إلى المزيد من الحرية، حرية التعبير، إلى توسيع الأسواق الرقمية؟ والسيد هناك في الخلف، وأعتقد عندنا وقت لسؤال رابع. شكرا على الاختصار. اسمي أسنتون غالي، وكذلك من جمهورية كونغو الديمقراطية، وأنا كذلك عضو الماج. نحن سمعنا أن سفاري قال أن القياس لبلدنا هو معقد للغاية. أنا أتناول حقوق الإنسان والوصول إلى التكنولوجيات الحديثة وصعوبة التعامل مع البرلمانيين، هذا كامن كثيرا ما في المسافات الجيوغرافية. أنا عايش بكوما، ومن الصعب في عملنا السياسة أننا ندخل أفكارنا في عملية رسم السياسة، لأن كما قيل السفر إلى كينجازر تستغرق 3 ساعات، وبالتالي استخدام الإنترنت هذا مهم جدا لنا، لأن هذا لا يعني أن ليس من الضروري أن نسافر إلى كينجازا لرفع صوتنا. موضوع ثاني، لا يستخدم كل النواب البرلمان الإنترنت، ولكن بالنسبة لي من المهم أنني أستطيع أن أتصل بجميع النواب عن طريق الإنترنت. في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، الإنترنت هو عنصر مركزي جدا، والجميع يجب أن يتعلم كيف يمكن استخدام الإنترنت للتواصل مع غيره من البشر، وهذا يسري خصوصا على البرلمانيين. نعم، هذا فعلا مداخلة جيدة. شكرا. أليخاندرو بيسانتو من المكسيك. أنا كنت عضو في لجنة العمل حول إدارة الإنترنت، وأيضا في هيئات أخرى في غضون سنوات. نقطتين، لا أعتقد أنه يكون مفيدا أننا نتحدث عن تعددية أطراف
الأطراف المعنية، هذا يبدو كأنه قناعة معينة، وسياسة السياسة مع الأطراف المعنية طبعا هذا شيء مفيد في المجالات المختلفة. وفيما يتعلق مداخلة من غرفة التجارة الإعلامية، أعتقد الأمر الناقص هو الآليات الدقيقة. أحيانا نحتاج إلى آليات وهياكل معقدة لمثلا أيضا لإرجاع قرارات سيئة، نحتاج إلى شفافية وإلى آليات المحاسبة. وعندما نريد بناء الحوكمة وإدارة الإنترنت، وعندما نعيد تحديد معايير لسلوكيات الناس، يتعقد الأمر، لأننا لا نعرف بالضرورة كيف يمكن تحقيق توازن بين أونلاين وأوفلاين. نحن جميعا نعرف مصطلح الأخبار الكاذبة، ولكن أشياء مشابهة لذلك وقعت عندنا في عام 1996، هذا عملية قديمة، ولكن طبعا الإنترنت يقوي ذلك. شكرا ألخندرو. بقي لدينا 10 دقائق، لذلك هناك دقيقتين لكل واحد. إذن المطلوب شكل جديد لمبدأ تعدد الأطراف، وكان هناك سؤال عن قابلية قياس النجاح وأيضا المحاسبة ومحاسبة أعضاء البرلمانات والشفافية. مولي، نبدأ معك. شكرا على هذه الأسئلة. هل نحن الآن في عصر جديد من سياسة تعدد الأطراف؟ لا أدري هل نحن في مرحلة جديدة أم فقط نحتاج إلى أدوات جديدة. أنا قلت سابقا أنني رأيت التجارب مع فيسبوك، حيث تم التأثير الحصول على مواد مباشرة لقوانين جديدة، فجرى ذلك عبر عدة أشهر، وقيل عندما نفعل هذا فلن نحتاج إلى ذلك وما إلى آخره. كان ذلك مثيرا أن ندمج المزيد من الناس في هذه العملية، ولدي مشروع رقمي جديد مع أكثر من 20 لجنة في 36 دولة، وليس لديهم نفس المواقف. كان علي أن أتوازن بين جميع هذه المواقف، كان ذلك من الصعب، ولكنني آمل وأعتقد أنه يمكن الفوز في النهاية بالرغم من ذلك. أنا أحب مصطلح قابلية القياس. نحن تعاوننا كثيرا مع مؤسسات وطنية للإحصائيات من أجل أن نقيس النجاحات، أو أين هي هذه البلدان بالنسبة للرقمنة. ولكن بالطبع قياس النجاحات أيضا ليس سهلا، سوف نعمل على ذلك في OECD. حاليا نستخدم الإحصائيات الصغيرة، ومن الصعب أن نحصل على نفس النوع من البيانات في جميع البيانات. وقابلية قياس هذه البيانات لدينا في إطار خارطة الطريق. أنا أعتقد بأن معظم البلدان تذهب إلى نفس الاتجاه، وهذا مهم، لأنه إن لم نعرف أين نحن من الصعب أن نعرف إلى أين نذهب. أعجبني ذلك، أدوات جديدة. ربما سأكرر ما قالته مولي، ولكن أنا أيضا أعتقد لو كنا في مرحلة جديدة كنت سأعرف ذلك. نحن في منطلق جديد ونستطيع أن ندخل في حوار على هذا الأساس، ونسائل
هذه القائمة المذكورة دائما ربما هي ليست كاملة ولكنها مفيدة بالنسبة لنا في عملنا، ولكن لا أعتقد أو لا أظن أن لدينا منطلق ثابت وجامد، ولكن مثل هذه الصورة ربما ملهمة ومفيدة أيضا لشركائنا من أجل أن نجري حوارا اندماجيا احتوائيا، ولكن نحن نعطي أهمية كبيرة لذلك، وإلا سنكون غير ضروريين في المستقبل. أما ما يخص قابلية القياس، نعم هذا عامل مركزي، لا أعرف كيف نكون مبررين أو كيف نستغني عن استخدام البيانات. شيتال، شكرا. مبدأ تعدد الأطراف مهما سمينا ذلك، منطلق تعدد الأطراف هو منطلق شفاف ومفتوح. هل يتغير حاليا؟ لا أعرف، ولكن تعقيد الأمور يتغير ويزداد، ولكن مع ذلك يجب أن نلتزم بالانفتاح والشفافية. كيف ذلك؟ يمكن عن طريق الأدوات التكنولوجية، ولكن هناك بعض الأمور البسيطة والسهلة التي يمكن استخدامها. إلى جانب ذلك هناك تحديات كبيرة، حيث نحتاج إلى تعدد الأطراف وإلى الحلول التكنولوجية. من هو الطرف المعني المهم؟ نعم، أعتقد أن الجميع مهمون في الإنترنت، حتى غير مستخدمي الإنترنت أيضا مهمين. وعندما ننظر إلى ذلك كحزورة، فنرى بأن القطع المختلفة مبعثرة ويجب دمجها وجمعها، ولكن كيف نفعل ذلك؟ هنا يجب أن نراعي إلى الضرورات، إلى الضروريات، من أجل مراقبة ومتابعة ذلك وقياس ذلك. أنا قلت أنه منذ البداية يجب أن نجمع جميع الأطراف أيضا في عملية القياس. كما قلت، من المفيد أن نعمل بشكل عبر للتخصصات، وهذا مهم ليس فقط لأننا نحتاج إلى حلول سياسية تعكس طموحات الجميع، إنما من أجل أن تكون الأهداف أوضح عندما نجمع جميع الناس. وفعلا نريد أن نراعي جميع وجهات النظر. سفاري، أنا أود أن أتحدث عن السؤال الأخير. كيف نضمن تطبيق القرارات عمليا؟ أولا، التطبيق هو مسؤولية الحكومات، تطبيق القرارات السياسية مسؤولية الحكومات، لأنه عندما نصمم السياسة فالبعض يأتون بمحتويات عديدة، مثلا من المجتمع المدني، لأنه إن نشط الناس في المجتمع المدني فهم يفعلون ذلك لأن هذه الأمور تهمهم، وهم يريدون أن يحدث شيء. ونفس الشيء ينطبق على الشركات، تريد أن تنجح وتحقق الأرباح،
وسوف تفعل ما بوسعها من أجل تحقيق ذلك، ولكن الحكومات عليها أن تمارس السياسة، ولدى الحكومات أولويات مختلفة، ولذلك المتابعة مهمة، يعني أن نراقب التطبيق، وذلك مهمة على من يتحمس لذلك. إذا مارسنا السياسة فيجب أن يكون هناك آلية لمراقبة الأداء. نحن تحدثنا عن الأهداف الذكية، منها قابلية القياس وقابلية الوصول والواقعية، يعني نحتاج إلى بيانات واضحة وموضوعية ومحددة، وعلينا أن نقرر من البداية من الذي يتابع التطبيق ويقيسه، وهل يحدث ذلك في زمن محدد. فقد يقوم بذلك ناس من المجتمع المدني، لأنهم هم المتحمسون، وفقط بالحماس يمكن إنجاز شيء. شكرا سفاري. تحدثت عن أسئلة المحاسبة والتقدم والإنجاز وقياس النجاح، وكانت هناك أجوبة ممتازة. نحتاج إلى أدوات جديدة للعمل على موضوعات معقدة، نحتاج إلى مرونة، ونحتاج أيضا إلى محاسبة من يمارسون السياسة التصفيق للموجودين على المنصة. شكرا. إذا حسنا، يبقى المجالسون على المنصة هنا، وننتقل إلى الشق الثاني الآن، إلى الجولة الثانية. في الجولة الثانية ينضم إلينا مشاركون جدد على المنصة، وسوف ننظر الآن إلى أمثلة محددة كيف يمكن ممارسة السياسة بشكل عابر للتخصصات، أو أين لا تنجح هذه السياسة. رحبوا بكانث أدي أمانفو وأولاف كولكمان وليسا داير وزوي دارم. Olaf's getting his own chair. I like that. Okay, thank you all for joining. شكرا جزيلا على حضوركم انتم ايضا. كانت هو مدير Cyber Security Rights and Digital Organization. أنت ساعدت في تصميم سياسة غانا في هذا الخصوص، وأنت خبير أيضا للشبكات الحكومية. أولاف كولكمان من Internet Society، أنت تعمل منذ 20 سنة في المجال الذي تتداخل في تكنولوجيا الإنترنت والسياسة والمجتمع. ليسا داير مديرة الشراكة في الذكاء الصناعي، فهي أيضا تعمل في مختلف المجالات عن الذكاء الاصطناعي. تحدثنا عن المنطلقات العابرة للتخصصات، وبالطبع تعرفون ذلك، في الذكاء الاصطناعي كنت تعملين في السلاح الجوي الأمريكي قبل ذلك. ليزا، شكرا ليزا. أما زوي دارم فهي تعمل في إدارة فيسبوك،
وإدارة حوكمة فيسبوك. أيضا قبل ذلك كنت تعملين في وزارة القضاء الأمريكية. شكرا زوي. باستطاعتك أن تستخدم الميكروفون، تفضل. أرجو التأكد مرة أخرى من كيفية تشغيل الميكروفون، هل يشتغل؟ نعم، حسنا، شكرا. شكرا ديفيد على دعوتي وطاب مساءكم جميعا. فإذا بعد كل هذه العروض الرائعة من المشاركين السابقين، يعني من الواضح على ما يبدو أن التحول الكبير في سيارة السياسة، من التحول والانتقال من العمل من أجل والعمل مع، فإذا علينا أن نطبق هذا الشيء أكثر فيما يخص إدارة الإنترنت. الإنترنت للجميع، لجميعنا، فمن المهم أن جميع الأطراف تشترك في ذلك. فإذا من خلال هذه الفرص للمشاركة في التطور السياسي فيما يخص أمن الإنترنت، وأيضا فيما يخص المنتديات الوطنية لإدارة الإنترنت، فسأطور الأمثلة والوجهات النظر. أعتقد الخطوة الأولى في تطوير المنهجية لمتعددة الأطراف هو أننا علينا نحدد المشكلة السياسية لدرجة أن تصل إلى كل مستويات لأطراف الشان، بما في ذلك الشباب. يجب أن يفهموا ما هو الموضوع، ليس على مستوى عالي حيث لا أحد يفهم شيء، بل تهديد المشاكل الأساسية التي تدفع نحو سيارة السياسة. إذن هذه الخطوة الأولى اللازمة. ثانيا، علينا أن نحدد مجموعة الشأن، يعني لدينا أطراف مختلفة علينا نحددها ونعرفها، يعني لا يمكن حتما الجميع أن يكون جزء من مجموعة عمل سيارة السياسة. إذن علينا أن نحدد مجموعات الشأن، مثلا لدينا قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المجتمع الفني التقني، والحكومات. وإذا عليك أن تحدد المجموعة المعنية، فإذا هذا يهدد أيضا السياسات المستهدفة. فهنا نتحدث عن الأطراف المعنية التي يجب أن تكون موجودة، وعندما نتحدث عن ذلك يعني نتحدث عن تمثيل من كل ليست شرط من كل تمثيل. لو مثلا يتعلق الموضوع بالطيف الواسع، يعني مثلا لو كان الأمر يدور حول السبيكتروم، لماذا تأتي بشخص ما لا يفهم بهذا الشأن أبدا ولا يستطيع أن يسهم في هذا الصدد؟ فإذا هذا الأمر الحاسم الأول. من ثم بعد انتقاء المجموع، من الهام أيضا أن تختار من كل مجموعة أيضا التمثيل، يعني شكل تمثيلي من كل مجموعة. يعني مثلا يعني الشخص يمثل المجتمع المدني عادة ما أو كثيرا ما لا يفهم بطاطا ما يحدث. فإذا علينا أن نكون لدينا ممثلين من المجموعات المختلفة التي ندخلها أشخاص لديهم إدراك ومعرفة، ويعني كثيرا ما يعني من الخبرة يتبين أننا عادة ما بعد ما يتم انتقاء المجموعة المعنية يصبح من الصعب أن تحدد الممثل. يعني مثلا من قطاع الأعمال هناك عضو من المجموعة وهو يجلس ويحضر الاجتماعات اتخاذ القرار، ومن ثم يخرج ويتواصل مع ولا واحد من الأعضاء في المجموعة. فإذا هو جزء من العملية ولكن لا أحد من الأعضاء الآخرين في المجتمع المدني أو لقطاع الأعمال، يعني المجموعة المعنية لديهم أي وعي بما يحصل. فإذا في نهاية المطاف نقول نعم لدينا يعني منهجية متعددة الأطراف، ولكن هي فعلا فقط مؤسسة واحدة. وإذا هذه من ضمن المشاكل ومن ضمن التحديات أمام تحديد مجموعات الشأن، يعني هو نقص في الخبرة والمعرفة الاختصاصية. إذا نفهم أن ليست لديهم الخبرة الاختصاصية، فإذا
ما يجب أن نفعله ونحاول أن نفعله في خلال صياغة السياسي. أولاً علينا أن نبني القدرات وأن نخلق الوعي. لو مثلاً وددت أن تكون منظمات المجتمع المدني جزء من صياغة السياسة هذه، نحاول أولاً أن ننجز بعض ورش العمل حول التوعية. فما هي الأهداف المنوية تحقيقها؟ يعني أرجو إيقافي عن لو أطلت. فإذا كان فقط تعليق على شيء واحد قلته ومن ثم المتابعة. يعني في هذا الأسبوع نتحدث كثيرا عن الصوامع، ولكن من الجانب الآخر يعني في الصوامع يتم تخزين المعرفة، وعندما تدخل إلى هذه الصوامع تجد الخبراء الحقيقيين في داخل الصوامع. ويعني الشيء الحاسم هنا أن يجب أن يكون هناك شبكات أفضل في داخل الصوامع نفسها، فمن ثم سنكون بموقع أفضل بكثير. بالنسبة للتساؤل الأول الذي أثرته، كيف تحدد وتعرف المشكلة؟ كيف تقرر أن تحدد المشكلة إذا كانت لدى المجموعات المختلفة تحديد مختلف لما هي المشكلة؟ كيف تحل هذا بطريقة متعددة الأطراف ومتعددة الاختصاصات؟ أظن من الأدوات المفيدة هنا هو استخدام منصة عامة مثل هذه المنصة. مثلا لو أخذت مثال على إدارة الإنترنت، يعني تقريبا الجميع حتى يعني تقريبا الأشخاص الأميين في المناطق النائية الريفية، يعني استمعت إلى شخص ما يتحدث بأهداء القدرة أن الإنترنت، فإذا الإنترنت للجميع لمصلحة الجميع، فإذا أرجو إدخال الجميع وإشراك الجميع في مشاورات عامة. وفي نهاية المطاف سنخرج بنتائج أو بالتحديد واضح لما هي المشكلة. فإذا يعني هذا ما قلنا سابقا أيضا استخدام الوسائط والأدوات الجديدة. أولف تفضل من أيسف أيسوك، مثال ملموس على ذلك أود أن أعطي به إلى النقاش هنا. فتفاجأت بعد الشيء في هذا الأسبوع، سمعت كثير عن الذكاء الاصطناعي والإدارة الأخي، وفي العام الماضي أو منذ سنوات قليلة كانت الإنترنت الأشياء الشاغل الشغل الشاغل. فإذا هذا موضوع معقد جدا، يعني الذكاء الاصطناعي أقصد، فإنترنت الأشياء كذلك أيضا، ما زلت فضاء حيوي جدا حيث لم نعد نعرف أو حتى الآن لا نعرف كيف نتعامل مع هذه المواضيع في التشريع الوطني إلى آخره. عندما أفكر في العمليات والآليات التي عادة ما هي مفيدة وفعالة، فهي عمليات قواعدية منذ القاعدة نحو العالة. فمن ضمن هذه الأشياء هي المنصة الخاصة لتعدد الأطراف حول إنترنت الأشياء. فكانت منصة تعاملت مع كل المزايا التي ذكرتها من أجل التطرق إلى موضوع كما ذكرت شيتال، وكان تم إطلاق ذلك من قبل 6 منظمات مختلفة، يعني وزارة في كندا، إنترنت سوسايتي منظمتنا، وأيضا مكتب استشارة قانونية وسيرة وكنسيتي، وهي شبكة بحثية في كندا. وهم انطلقوا وتساءلوا ماذا نستطيع أن نطور من توصيات من أجل إصدارها على القطاع الصناعي والأطراف الأخرى المسؤولة عن تطبيق أجزاء من أمن إنترنت الأشياء أو تطبيق ذلك. ما هي التوصيات؟ ما طبيعة التوصيات التي نستطيع أن نقوم بها؟ وما يمكن أن نفعله كي نحدث ذلك؟ فإذا هكذا انطلقت عملية من قبل هذه الهيئات، وهذه العملية كانت مفتوحة وشاملة للجميع. وكان الطيف من أو عدد من 20 ورشة، يعني لقاءات جسدية في أنحاء كندا، حيث كانت بلد واسع شاسع، يعني من الشرق والغرب، وهناك لغتان، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وإذا تم التصميم لذلك بشكل دقيق جدا وبحذر جدا،
من أجل أن يكون هناك تطبيق جيد في العمل عبر القطاعات والاختصاصات. فإذا المهم هنا في استخدام الأدوات. فتمت متابعة كل العمل عبر موقع إلكتروني IOTICUTA CA. وكل الأوراق التي طرحت هناك ونقشت هناك موجودة على هذا الموقع. فالشيء الأول الذي قام به المجتمع، اجتمعوا في ورشة عمل كي يتناقشون بين بعضهم البعض حول القواعد للالتزام. أشياء بسيطة، مثلا نقول لن نقول لا، لا ولكن بل نقول نعم و. فإذا المجموعة عملت بناء على هذا الميثاق الأساسي والتزمت بذلك من أثناء العمل. وكانت هناك عدد من الدروس المستفادة والتقييد الطويل 44 صفحة بتوصيات عابرة للمجموعات المختلفة، أيضا للسلطات المستهلكين، ولكن أيضا المجال التقني. وإذا هناك متابعة للعمل، فإذا ألاحظ أنك قد نفذ سبقك نوعا ما. نعم، أظن أنه تحدي كبير في زيارة السياسة متعددة الأطراف والاختصاصات. كينيث، ذكرت أن هناك عدد كبير من الأوراق يعني واللقاءات. يعني السؤال هنا، كيف نستطيع أن نضمن أن هذه العمليات المعقدة والواسعة، يعني الجيوغرافية أيضا في الشمال والجنوب والشرق والغرب، يعني تصل إلى كافة الأطراف المعنية؟ في بعض الأحيان هناك بعض الحيرة حول الأفكار. كيف نضمن أن لن يحدث هناك فوضى؟ ففي هذه الحالة الوزارة المسؤولة في كندا كانت منخرطة في ذلك، ولكن لم يحصل ذلك بشكل معزول عن الأشياء الأخرى. يعني هناك عمليات متساوية مشابهة في فرنسا وفي السنغال وفي هولندا أيضا. كانت هناك أيضا تشاورات عامة حول إنترنت الأشياء، وليس من قبيل الصدفة أن هناك الآن منصة للتبادل الخبرات بين جميع هذه العمليات والبلدان. يعني كما نفعل هنا، نجتمع هنا بأفكارنا، نحن أصحاب الشأن، يعني نحن رجال أعمال في ما يخص المعايير، إذا صح التعبير، هذا مصطلح جيد. فإذا يعني هنا نتبادل، هذا شيء رائع. إذا نتصل ونشرك أصحاب القرار يعني في فترة مبكرة من العملية، فهذا جزء للمضي قدما فيما يخص المنتدى. يعني هذا ما يحدث هنا في كل عام. شكرا جزيلا لكينيث، وليس الكلمة لك. Partnership on AI is. بالنسبة لكثير من الناس، هذه شراكة هي منظمة غير ربحية بأكثر من 100 شريكا، 60 منهم من المجتمع المدني، منظمات غير ربحية، وبالإضافة لـ40 أطراف أخرى، يعني من الصناعة وكذلك معاهد البحث العلمي. ونحن نتعاون أو ننطلق خصوصا من منطلق تعددية الأطراف المعنية، نجمع الأطراف والشركاء المختلفين يناقشون الطيف الواسع من الموضوع. طبعا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هناك تكنولوجيات هي في المرحلة الابتدائية فقط فيما يتعلق البحث العلمي. هناك تكنولوجيات في السوق، البعض منها دخل السوق بسرعة شديدة جدا. إذا نحن نحاول أن نتابع ونناقش تطور الذكاء الاصطناعي بأشكاله المختلفة من التطور. هذا يعني أننا نعمل أيضا على خلق معايير للمسؤولية الإنتاج، وكثيرا ما نتحدث عن أهمية التكنولوجيات المفتوحة، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالعمل على الذكاء الاصطناعي وكيف يتم نشر نتائج البحث العلمي أيضا في عن طريق وسائل الإعلام. هذه الموضوعات
موجودة متوفرة لنا، ونحن نحاول الحفاظ على الديمقراطية من خلال عملنا بالتعاون مع الأطراف المعنية المختلفة، أيضا من الصناعة الذين يفكرون في هذا الموضوع كثيرا، أيضا في دراسات بحثية، ونتناول مواضيع صعبة سياسيا أو تعاطفيا، مثلا أيضا التعرف على الوجوه وتكنولوجياته. يعني لازم أن نفكر دائما من يكون معنا، ما هي الأجندة، كيف يمكن بناء الثقة، كيف يمكن إقناع الناس من قبول الآراء الأخرى أيضا، وضمان السماع لبعض البعض، وأيضا نشرح كيف تم التوصل إلى نتائج معينة، وكيف يمكن إيجاد أجوبة جديدة على أسئلة جديدة. وهناك كثير من المنطلقات ومن الرؤى المختلفة. هناك كانت كثير من الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في البحث العلمي النظري، وأيضا في مجال الحوكمة. والآن نحب أن نركز على شيء جديد، وهذا هو التطبيق. وهناك تقارير كثيرة موجودة في الرف، ولكن كيف يمكن ترجمتها إلى الواقع؟ إذن نتعاون مع كثير من الأطراف وشركاء، عندنا صلة كبيرة لكثير من الأطراف، نحاول التحدث مع السياسيين ونحاول نتحدث معهم حول أهمية الموضوع. شكرا جزيلا. كثير من المنظمات للأمم المتحدة تشارك أيضا في هذه المبادرة. بالنسبة للنقطة الأولى، يعني لابد من تجميع الأطراف المعنية المختلفة ذات النوايا المختلفة، من المجتمع المدني، من الحكومات، من الصناعة، كيف يمكن جمعها؟ يعني قلت يعني من المهم بناء الثقة، ولكن كيف تفعلون ذلك؟ يعني بناء الثقة بين الفاعلين ذوي النوايا المختلفة. هذا سؤال جيد. الشيء المفيد هو فعلا تحديد قواعد واضحة جدا للمناقشة، مثلا قواعد تشاتنغ هاوس. وكذلك عندما تتعقد الأمور نحاول التدخل وتسوية المشكلة. من المهم أن نحاول دفع ذلك إلى الأمام ولا نشدد النزاع. تعلمنا كثيرا أيضا، وكثيرا ما يعني ترتيب الغرفة والصالة مهم جدا. نحن مثلا اجتمعنا في غرفة في صالة جيدة في نيويورك، يعني كنا جالسين بشكل مستدير، هذا مختلف من الجلوس على طاولة مربعة، ويمكن أن يطلع الناس على وجوههم، ويمكن يتعلمون بشكل نشيط من بينهم. وكنت أيضا أن أرد على ما قال ديفيد، يعني أشرت إلى أهمية الزمن، لأن التكنولوجيات تتطور بسرعة شديدة وليس عندنا وقت. ويعني عندما نحتفظ بمنطلقات تعددية الأطراف المعنية نحتاج فعلا شوية من الوقت، يعني لأن الوصول إلى النتائج هذا يحتاج وقت. يعني كيف يمكن التناسق ما بين سرعة الاختراع وكذلك وبين إسهام كافة الرؤى والأصوات في العملية التي يجب أن نسمعها أيضا ونأخذها في عين الاعتبار لنقلها إلى السياسة؟ طبعا من الأسهل طرح الأسئلة، يعني أسهل من الإجابة عليه.
أعتقد هناك سمة مهمة جدا يمكن نتعلم من الأجيال السابقة، هذا فعلا أيضا التسامح، يعني مثلا خلال المفاوضات حول نزع السلاح كانوا المفاوضين جالسين على الطاولة، أخذوا الخبرة والمعرفة من الخبراء ثم رجعوا إلى الطاولة وتحدثوا باحترام متبادل وعبروا عن آرائهم. والآن هناك ناس يدخلوا الصالة بدون معرفة التفاصيل، ربما يمكن نتعلم من الأجيال السابقة، إن كان هذا مثلا في مجلس الأمن أو المفاوضة حول السلام في الكونغو، يعني إن كان هناك نوع من الاحترام في الصالة هذا فعلا شيء جيد يمكن نتعلمه من الأجيال السابقة. شكرا ردا على مداخلتك، أحب أن أعلق. لقد ذكرت الحقبة الذهبية من الدبلوماسية، آنذاك في بريتن وودز جميع المشاركون كانوا بيض وذكور و بالتالي طبعا الوضع يختلف الآن. يعني هل سمعتم عن مجلس الإشراف الموجود لدى فيسبوك؟ هل سمعتم عن ذلك؟ نعم البعض سمع عن ذلك. أود أن أشرح الأسس لعمله. له وظيفتين. أولا نحن نحاول توضيح القرارات المتعلقة بالمحتويات، يعني لست أنا وليس مارك زوكربيرغ قادر على التفوق على قرارات مجلس الإشراف. وثانيا الوظيفة الثانية هي تزويدنا توصيات لنا، يعني هم يتابعون التطورات ويوصفون لابد من تغيير كذا أو تعديل كذا، مراجعة كذا وإلى آخره. وهذه الإجراءات طبعا تهم الملايين من الأشخاص وتجري علنا أيضا، ونحن نرد على ذلك علنا كذلك. ولكن ما كنت أود أن أتحدث عنه هذا كيف وصلنا إلى ذلك. هذا كان فعلا طريق طويل أكثر من سنة، وأرى وجوه معروفة جدا تعرفت عليها من خلال المشاورات في فيسبوك. وعندما بدأت عملي في فيسبوك قالوا زوي عندي خبرة كبيرة، كنت تشتغلين في الأمم المتحدة في حكومات والأخرى، أليس من الممكن أنك تتابعين عملية التشاور عندنا والعمليات الاستشارية؟ وقلت نعم، يعني كنت أرى كثير من هذه العمليات وكثيرا ما يتم خلال أو في إطار المجتمع الدولي. هناك وثيقة لا يمكن تعديلها، وهناك أيضا الإرادة السياسية في الصالة، ثم تجري الاستشارات السياسية ولكن النتيجة ثابتة مسبقا. ولكن المشاورات عندنا كانت مختلفة تماما، كانت عندنا خريطة طريق وقلنا هذه الخطة، ولكن لم نجد الأجوبة كلها، وقمنا بتعديلات كثيرة. مثلا باردغون، ماريبونس، مارسيل أعطونا أفكار ومقترحات معينة ومقالة. كل هدول الناس الجالسين على الطاولة كان عندما ما نقوله الآن، وهذا لا يؤثر على سياسة، لماذا على سياسة فيسبوك، لماذا نخصص الوقت ونصرف الأموال لذلك؟ إذن مجلس الإشراف يستطيع أن يتفوق علينا في قرارات معينة، إذن وعلى هذا الأساس قمنا بتغييرات معينة في سياسة فيسبوك. نقطة أخرى ومهمة، الجميع في العالم كان يتساءل كيف يمكن لهذا المجلس أن يكون مستقلا؟ أنتم تمولون عمله وتختارون أعضاء المجلس، إذن هذا فقط عرض في العلاقات العامة فقط، سيستمر تحت تأثير فيسبوك دائما. وقلنا نعم، هذه الفكرة
معقولة. ونحن أسسنا مجلس رعاية أو صندوق رعاية وحولنا أموال إلى هذا الصندوق، وهم أقاموا علاقة بمجلس الإشراف ولكن بدون علاقة إلى فيسبوك. والكثير قال لا تختاروا الأعضاء، هذا أيضا صحيح. نحن اخترنا 3 رؤساء وهم يختاروا الأعضاء. الآن نعود خطوة إلى الوراء، والمجلس من تلقاء نفسه يختار الأعضاء 40 الباقين. وإذا نحن أدخلنا أيضا هذا الفيدباك، ولكن طبعا يمكن أجيب على أسئلة عن عملية العملية الاستشارية والإشراف. طبعا هذا فعلا مساعد جدا. مهما كانت العملية جيدة لدى فيسبوك أو في أي شركة أخرى صناعية في السياسة، ربما لديكم جميع الأطراف المعنية، ولكن التحدي هو الآتي: إذا كانت هناك توصيات ولا يتم الالتزام بها بعد ذلك، فالسؤال هو ما هي عواقب ذلك؟ فيما يخص مجلس الإشراف يبدو أن هذا تقدم، ولكن كيف نستطيع أن نضمن أن تكون هناك عواقب إن لم يتم العمل بتوصيات مجلس الإشراف أو بشكل مختلف؟ لدي نقطتين هنا. أولا، لدينا 7 أيام من أجل اتخاذ القرارات في كل مرة، ونفعل ذلك نحن نفعل ذلك بشفافية كبيرة. أما بالنسبة للتوصيات السياسية فهي ذات طبيعة استشارية وغير ملزمة. فسألنا الناس: طيب إذا كان كذلك فهل هي دائرة للنقاش فقط؟ أنا قلت إذا كان معنا المجتمع المدني فهناك محاسبة أيضا، لأن التوصيات موجودة بشكل علني، وإن لم نطبق ما يقترح علينا في إطار التوصيات فلدينا مشكلة في المصداقية. سوف نتأكد من قابليتها، وإن كان لها آثار جانبية غير مرغوبة، ولدينا آلية لإعادة النظر في ذلك، وبعد ذلك يبدأ التطبيق ونحن نصدر بيان علني كيف نتعامل مع هذه التوصيات. إذن هناك محاسبة. طيب، نحن نتحدث عن 2.7 مليار من المشاركين في فيسبوك، وبالتالي فالشفافية بالتأكيد مهمة. شكرا على هذه المداخلات الرائعة. لدينا الآن جلسة من الأسئلة والأجوبة. أستطيع أن أخذ 3 أسئلة في البداية من الجمهور. نود أن يكون هناك تنوع بين السائلين، يعني هل هناك موضوعات تخص التنوع؟ نبدأ هنا. مرحبا، أنا باحث برازيلي اسمي فرناندو، وسؤالي يخص الآتي: في السنوات الأخيرة اللاجئون والمهاجرون والكثير من أصحاب الأقليات عبروا عن أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي أثروا على الجماعات الدولية والوطنية، مثلا DDRC مجموعة سياسية قامت على فيسبوك وواتساب. إذن سؤالي يذهب لسوادي أو سفاري وزويدان: كيف تستطيع فيسبوك والحكومات الوطنية أن تتعاون من أجل أن تنظيم هذا النوع من المجموعات السياسية؟ في بلدي هناك نقاش
خلافي كبير، كيف يمكن تنظيم حزب رقميا؟ هذا تحدي كبير للفضاء العام والوسائل الاجتماعية. شكرا. إذن سوف نجمع نأخذ سؤالين آخرين. تفضل هناك. اسمي سلفادور سوري، أنا من مركز الأزمات لحقوق الإنسان في هارفارد يونيفرسيتي. لدي خوف ربما غير مبرر، ولكن أنا أقلق لأنه يتم عبارة تعدد الأطراف بشكل مبالغ فيه، وبالتالي هناك وهم أن هناك تقدم وأن هناك تنوع بدون أن نصل إلى العمق فعلياً، وهو مجموعات المصالح الحقيقية، فكيف نتعامل مع ذلك؟ ولدي استفسار آخر أيضا على مثال فيسبوك. قيل أن هناك واجب المحاسبة أو مبدأ المحاسبة، وبالتالي فيسبوك ملزمة بالتوصيات، ولكن الكثير من مستخدمي فيسبوك مثلا في القارة الإفريقية ليس لديهم القوة الاقتصادية والسياسية من أجل التعبير عن مصالحهم. ماذا عنهم؟ ماذا تستطيع أن تفعل المنصات من أجل المحاسبة في هذا الإطار؟ السيد هناك. شكرا. اسمي أبيت جان، وأنا أمثل إلكشن واتش. لدي سؤالين. واحد يخص الاحتكار للانتخابات الدعائية والدعايات الانتخابية في الوسائل الاجتماعية في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة. يتوقع أن تنفق 50% من موارد الدعاية الانتخابية للوسائط الاجتماعية. فهنا يبدأ سؤال الشفافية. الشفافية جيدة في الكثير من المجالات. الشفافية في الانتخابات ليست مرغوبة ربما، إذا كنا نريد أن نعرف لمن سوف يصوت مستخدم الوسائل الاجتماعية، فكيف نستطيع أن نتفادى ذلك كي لا نعرف طريقة تصويت جميع المستخدمين قبل الانتخابات؟ نعم. هل هناك سؤال من خارج الصالة أيضا عن طريق الإنترنت؟ نعم. أنا اسمي ماريا باسكوناليس، فأنا أدير الأسئلة الآتية من الخارج. هناك سؤال من جون فيليب، هو يريد أن يعرف ما هي وجهة نظر المنصة لإدمان الإنترنت، وهي ظاهرة ملازمة تتعلق بالتوتر وتغير الأطوار الشخصية بسبب المبالغة في استخدام الإنترنت، وهو يريد أن يعرف من عدة زوايا النظر كيف يمكن الوقاية ضد ذلك، كيف يمكن تقديم المساعدة للمعنيين. المقصود هنا مخاطر صحية في إطار استخدام الإنترنت. شكرا. هل تسمح لي أن أتدخل هنا؟ ربما يكون من المفيد لو كانت الأسئلة تتعلق بالموضوع أيضا. شكرا. إذن كان لدينا سؤال عن الانتخابات وعدم توازن القوة في عمليات تعدد الأطراف، وحول إدمان الإنترنت. إذن الوجهات النظر العابرة للتخصصات. نبدأ معك زوي، ولكل واحد دقيقتين أو ثلاث لكل جواب. شكرا.
باترون، أود أن أجيب على كل هذه الأسئلة لأنها تتعلق بعملي، لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا ولكن سوف أحاول ذلك قدر الإمكان، خاصة في ما يخص هذا الموضوع. نبدأ بالانتخابات. أنا أود أن أوضح شيئا، نحن نريد أن يكون هناك شفافية، ونحن نتعامل أيضا مع الدعاية. نحن نعمل على بناء أدوات تمكننا من العمل، ربما ليس لبداية السنة، ولكن سوف تتخذ هذه القرارات على أعلى المستويات. والأمر الثاني الذي نتعامل معه، أنا تعاونت مع حكومة كونغو في وظيفتي السابقة. من المهم جدا أن تكون الحكومات والمجتمع المدني والشركات كلها ممثلة، وهنا ليس لدينا ممثلين عن الحكومات في هذا المجلس، رغم أننا سمعنا أن ذلك مهم بالنسبة للشفافية ومن أجل أن نكون مستقلين عن فيسبوك أو أي أطراف ثالثة. أود أن أقول ذلك، ربما ليس جوابا حقيقيا ولكن هو جزء من ذلك. أما عدم توازن السلطة أو القوة في إفريقيا، بالطبع نحن نعرف بأنه ليس في جميع مناطق العالم هناك آليات تسمح بتقديم الاعتراض. في بعض الأحيان أو في بعض الأماكن هذا سهل، أنا أحتج ضد هذا القرار أو ذاك، وأما في أماكن أخرى ربما يتعرض الواحد للخطر إذا احتج ضد قرار معين، ونحن لا نفعل ذلك أيضا. ولكن مع ذلك المشكلة موجودة، الناس متخوفون من ذلك، وبالتالي لا تتوفر هذه الآليات لجميع الناس. نحن نفكر بذلك، ونفكر أيضا كيف يمكن للمستخدم الواحد أن يرسل أسئلته إلى الإدارة، ربما ليس خطيا إنما عن طريق التسجيل الصوتي أيضا في المستقبل. وبالفعل لم نتوصل إلى ذلك أو لن ننجز ذلك منذ بداية العام القادم. هناك موضوعات أخرى أيضا، الشفافية واستخدام الأدوات التي تؤدي للشفافية قد يساعد ذلك على التغلب على عدم توازن السلطة. إذا نحتاج إلى المزيد من الشفافية. ليس نعم، شكرا. أنا أيضا أود أن أتحدث عن عدم توازن القوة، وكيف يمكن التقدم في هذا المجال في إطار تعدد الأطراف. أن نكون نحن في هذه العملية هذا دليل على التقدم. نحن نتعاون مع شركاء لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي، وزوي أنا تابعت هذه النقاشات في الغرف المغلقة، والوهم أن الدبلوماسية هي استشارة، في الحقيقة هي كانت لقاءات مع ناس لا يريدون أي تغيير، ونحن لا نعمل كذلك، إنما نحن نتعاون مع النقابات. وفي السياق الأوروبي قد يبدو ذلك غريبا، ولكن في الولايات المتحدة فالنقابات ليست قوية كما كانت. نحن نجمع أيضا سجناء سابقين وناس لا يملكون رخصة السواقة، وبعض الناس الذين غير موجودين في سيليكون فالي وفي هذا المحيط التكنولوجي، وهذا تقدم حقيقي. أما ما يخص عدم توازن القوة، بالطبع نحن نعرف بأن الكثير من هذه المنظمات الصناعية قوية للغاية، ونحن نحاول أن نحن لا نركز على هؤلاء الأقوياء، إنما نحن نركز في عملنا في إطار تعدد الأطراف على أن مدراء الذكاء الاصطناعي
يتخذون قرارات بحيث يتم تطوير هذه التكنولوجيات بشكل حيث يسمح للمغلوب على أمرهم أيضا استخدام هذه الأشياء أو ناس من شرائح اجتماعية مختلفة وأن تكون هذه القرارات تراعي ذلك. شكرا جزيلا، يبدو أنها مبادرة رائعة. نعم، أعتقد أن عدم توازن القوة دائما موجود، دائما هناك من يملك مال أكثر من الآخر ومن لديه معلومات أكثر من الآخر وإلى آخره. عندما نلتزم لعملية خاصة أو في إطار تعدد الأطراف، يجب أن نكون شفافين ونكشف عن نياتنا. فيما يخص تعدد الأطراف المعنية، فمن المهم كما أعتقد وإدمان الإنترنت موضوع مهم. أنا لا أعرف شيء عن ذلك ولذلك لن أجيب على السؤال، وهذا مهم، ولكن أنت قلت شيء عن الذبذبات في البداية. من لا يعرف شيء عن الذبذبات لا يجب أن يتحدث عن الذبذبات، ولكن في مكان آخر من الإنترنت سوسايتي لدينا هذه المشكلة، السبيكتروم، يعني من أجل أن يحصل الناس على الإمكانية أن يدخلوا على في الإنترنت، ولذلك هناك مسؤولية مهمة أن نضمن بأن يكون النقاش على المستوى الصحيح. وما هو دور الخبير؟ مثلا الخبراء يعملون الآن على موضوع الذبذبات وكثافة الذبذبات، ولكن على أي مستوى يقرر ذلك ومن المعني بالموضوع على هذا المستوى؟ يجب أن نحصل على المحتويات المفيدة والصحيحة من الخبراء الصحيحين. هذا يعني أنه يجب محاسبة كل صومعة على حدة. نعم، شكرا كينيث، تفضل. فإذا ما أظن، ما أفكر فيه، يعني في عمليات متعددة الأطراف، يعني تمثيل لكل مجموعة شأن، يعني مسؤولية المجموع أن تقوم بذلك، يعني أن يكون هناك عدد تمثيلي مناسب ليمثلهم في اللجنة، وأن لهذا الشخص لهؤلاء الشخص الخلفية أو الخبرة، والخبرة التي قمنا به بناء على التحديات التي واجهناها عندما قنا علينا بناء منهجية متعددة الأطراف، حاولنا أن ندرب الأشخاص يعني أقل وعي أساسي الأقل، يعني بناء الثقة، يعني لنمكنهم في المشاركة. هذه من ضمن الأشياء التي نقوم بها من العمليات. فإذا أظن أن هذا مهم من خلال توزيع القوى. لو المشاركة والمشاركين على صعيد أطراف الشأن يعني نوعا ما متوازنا، أظن أن هناك يمكن أن يقلل من عدم وجود توازن في القوى. على سبيل المثال، لو كان هناك لجنة رفيع المستوى للإرشاد، أو يمكن أن يكون مثلا وزير من الحكومة كرئيس، ومن ثم نائب رئيس من المجتمع المدني أو القطاع الخاص. فإذا رأيت هذا العمل ولاحظت أن الوزير لن يكون كل قوة في هذا السدد، يعني لاتخاذ القرار. فإذا يعني التوازن صحيح ومناسب في جميع المراحل للإطار السياسي، هذا الطريقة صحيحة. أظن أن هذا بالفعل حقا التوازن السليم. نعم، سفاري، يعني الشخص الذي تحدث عن الوضع في كونغو، أعتقد كان لدي الكثير من الفرص لأتحدث عن ذلك في منتدى الإنترنت الأخير. لا أستطيع أن أعود إلى ذلك مرة أخرى، لكن ما أستطيع أن أقوله بإيجاز شديد، عندما تنظر إلى الوضع الاجتماعي والسياسي في بلد ما، يعني مثلا في كونغو، سيكون من الصعب لغاية أن ترى 100%، يعني أن الإنترنت لن يغلق أبداً. هذا شبه مستحيل، إذ أن هناك واقع محلي،
يعني لغبة مثلا الانترنت يمكن أن يضعف الأشياء الجيدة، ولكن أيضا يمكن أن يضعف الأشياء السلبية. فإذا لو فعل ذلك يمكن أن يؤثر على حياة الآلاف والملايين من الناس. فعندما تتحدث عن الفيسبوك يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعني مثلا إدارة خطاب الكراهية، فإذا إلى آخره، فإذا هذا يحتاج إلى إغلاق سريع، إذ أنك تقوم بإغلاق وإلغاء كل هذه الأشياء السلبية التي قد تخرج عن الإنترنت. ولكن البلد لدينا ليست لديها هذه القدرات للتقنين والتنظيم، فإذا الخيار الوحيد المتبقي لدينا إغلاق الفيسبوك. فإذا لا يجب أن أظن أننا لا يجب أن نصل إلى هذا الحد. لو كانت لدينا فعلا اهتمام بما هو لدينا من قلق، فإذا لو عشنا في شكل منفتح كذلك هذا قد يؤثر على حقوق الآخرين. لو كانت لدينا انتخابات في بلدنا، وهذا حصل طبعا، وإذا نستطيع أن نقول يعني لو الإنترنت يعني كما كان يعني هكذا يعني مفتوحا على كل شيء، يعني القرار لم يأخذ كما كان في هذا الحال بهذا الشكل السلمي. هناك كم كبير من التوترات، فإذا لا نستطيع أن ندير ذلك، وإذا سينتحي في الجانب السلبي. لسنا على مستوى الديمقراطية الحرة والفهم حتى بين شعبنا، ما زلنا هناك الأشياء القبائلية وهكذا أشياء. ولربما هنا فيسبوك يستطيع أن يساعدنا على إدارة ذلك وأن نتفادى الرقابة الكاملة، وأيضا أن لا نتجه نحو الإغلاق الكامل. ولكن قلقي هنا كان عندما تحدث عن منهجية متعددة الأطراف، عندما تتحدث عن إغلاق كامل لموقع مثلا، كان شخص من المجتمع كان يتعامل مع شكاوي إذا الإغلاق آنذاك. يعني كنت أتوقع أن شركة الاتصالات الهاتفية ستأتي إلينا، إذنها ستخسر الأموال، أو مثلا مقدم الخدمات يعني الخدمات المالية. ولكن من أتى أولا ليشتكي كانوا الأشخاص ذوي الإعاقات، إذ أنهم لم يخسرون الأموال بل يخسرون حياتهم. لا يمكن التبادل مع الآخرين ولا يمكن التواصل، هم كانوا خارج المجتمع بسبب نقص وجود الإنترنت. ويعني هذا هنا تكمن الحاجة لوجود تعددية الأطراف. عندما نتحدث عن الإنترنت، إذ أن الإنترنت يؤثر على الجميع وشأن الجميع، يعني حتى لو ظننت أن البعض لا يستخدم الإنترنت، ولكن هم لربما يستخدمون الإنترنت أكثر منك، وهذا يمكن بشكل أكثر فائدة مما نفعله نحن. هذا عن حاجة فهم السياق. لم يعد هناك عالما واقعيا ورقميا، بل أصبح عالما رقميا. يعني ربما الشخص ليس لديه هاتف ذكي، ولكن يعني مثلا هناك سيرفر رئيسي وهذا يتطلب الإنترنت. فإذا هذا إسهام هام. شكرا زفر شيتال، شكرا. أنا سأختصر في كلامي، إذ أننا أشقت على الانتهاء. قد سمعنا إلى الكثير من التحديات، وهناك من ذكر سابقا إذا أن هناك مخاوف جذرية وجدانية، ف يعني للتعامل مع ذلك. يعني أعتقد أن هناك بعض الأمثلة للمواضيع التي يجب أن نتعامل معها بشكل شامل لجميع الأطراف. بالطبع عندما نتحدث، كل ما تتحدث عن منهجية تعددية الأطراف، يعني بكل حق هناك قلق يثار أن المنهجية تستخدم كحجة من أجل وضع شرعية لبعض المصالح لأطراف معينة. فإذا هناك حساسية في أجزاء معينة في المجتمع المدني إذا ذلك. وبناء الثقة كما قلت سابقا في هكذا عملية تعتمد على كم الشفافية المتوفرة. فإذا يجب أن نصغي للعموم وإدماج العموم من خلال لجنة الإشراف على فيسبوك مثلا، وأن نأتي بحلول فنية لبعض هذه العموم، وأيضا الالتزام بالاستمرار في الإصغاء، هذا شيء حاسم جدا. فإذا كل هذه الأجزاء حاملة للغاية.
وأيضا الشفافية مرة أخرى. وإذا لا ربما ليست لدي وقت كافي للاختتام الشامل، ولكن حسب مفهومي التحديات والحلول لن تكون مجرد فنية، ولو كانت مناسبة يعني ستأتي فتخرج من حوارات مثل هذا الحوار. يعني مستقبل الإنترنت الغد يعني هو مشروع تشاركي تعاوني، فالمسؤولية على جميعنا، وأظن أننا لن نصل إلى بعضنا البعض ونصل إلى الدروس المستفادة من هذه العمليات المتعددة الأطراف. لا يوجد هناك من منهجية شاملة كاملة، لا يوجد هكذا شيء، ولكن يجب أن نضمن أن تكون لدينا أهم دروس لترشدنا. فإذا طالما نحن ملتزمين للتعلم، فإذا أعتقد أننا أصبحنا على طريق جيدا. يعني إدارة الإنترنت المنتدى، يعني بالنسبة للكثير من الأشخاص هذا موضوع حاسم حيوي، تعليق على السفاري. فإذا سوفي، لماذا غرفة التجارة الدولية تنخرط في ذلك؟ إذ أننا بالفعل نعتبر ذلك استثمارا جيدا. فإذا إذا لم نفعل ذلك سنخسر الكثير من الوقت. يعني نعود إلى ما قالته كيرلاين، لا أعتقد أنه هذا خسارة وقت. يعني أنظر إلى ذلك على أنه يتطلب الكثير من الوقت، صحيح، ولكن هذا استثمار جيد. وأعتقد أنه من الجدير حقا بأن نقوم بذلك. أعتقد أن هناك بناء قدرات، وهذه المسألة مطروحة، ولكن بالنسبة للجميع من يشارك في الطاولة، فلا نستطيع أن نشير إلى أحد ما نقول لا، ليس لديك هذه القدرات، لا تستطيع أن تشارك. عندما تنخرط في هكذا عملية يعني تفهم تماما ما هي أنواع المهارات المطلوبة وما هي المتطلبات. ويعني نيابة عن نفسي على الأقل أستطيع أن أقول أنني تعلمت الكثير من المهارات أثناء العمل يعني، وهذا ينطبق على عدد كبير من الأشخاص. فإذا هل هناك عدم توازن في القيم؟ نعم، ولكن هذا يتغير أيضا في منهجية تعددية الأطراف. فلربما قد احترت بالشخص في البداية لم تظن أنه مناسبا، ولكن في آخر المطاف تتأكد من أنه هذا الشخص الأهم. فإذا كان بدي أن نعاقص فقط الحقيقة أننا عندما نعمل مع الحكومات نعمل أيضا مع المجتمع المدني ومع الجميع. فإذا تعلمت الكثير من خلال هذا الأسبوع الماضي. أنا دحلت كثيرا بالالتزام المدى الطويل لعدد كبير من الأشخاص الموجودين معنا هنا في القاعة، المهارات المتنوعة الموجودة معنا، وحقا استثمار جدير بأن أتيت إلى هنا لأجتمع مع مجموعات لديها مصالح مختلفة وهي تتطور. يعني الإنترنت الأشياء كان موضوع شان منذ سنوات، والآن أصبح موضوع الشان موضوع ساعة الذكاء الاصطناعي. فإذا هنا يجب أن نضمن أننا نجمع بين الأشخاص الصحيحين حول الطاولة. شكرا جزيلا للدعوة إلى هنا. شكرا جزيلا صوفي، وأنت أثرت موضوع الحماس والالتزام قبل. فإذا من اشترك في محاورات ومشاورات ويسس؟ يعني من معنا هنا؟ يعني تقريبا ما يزيد عن 10 أشخاص. شكرا على هذا الالتزام الطويل المضى. مولي، يعني بعض الكلمات فقط أما تحدثنا عنه مع عدد من الأشخاص بما في ذلك كول. يعني في الـ OECD هناك تقريبا 20 لجنة يعمل على العمل الرقمي، فلكل لجنة هناك أطراف معنية مختلفة، ولا تستطيع تجمع الجميع من كل صومعة فردية. فهنا نحاول أن ندعم المجتمع المدني للحضور إلى الاجتماعات، فنظن أن هذا الشيء مهم للغاية. أنا ثمنت السؤال عبر الإنترنت المطروح حول موضوع الإدمان على استخدام الإنترنت. يعني احنا بدأنا في النظر في الجوانب الصحية للإنترنت، وهناك إذن هناك أشياء سلبية ولكن أيضا فوائد، يعني من خلال الطب عن بعد والمعالجة عن بعد للمناطق الريفية، فكل هذه الفوائد الطبية والأجهزة الطبية أيضا.
فإذا عموما يعني هنا الموضوع هل التحول الرقمي عموما ليفيد مصلحتنا ولصالحنا، فإذا يجب أن ننظر في الجانبين، يعني هناك المخاطر هناك الفوائد وكيف نخلق توازن بينهما، فإذا يجب أن نبدأ في ذلك، ولكن نود يعني سنحاول أن نخلق هذا التوازن للقطبين، يعني فإذا لربما سنخرج بشيء ما هو الهدف النهائي. فإذا عجبتني فكرة التوازن، ما زالت أمامنا دقيقة واحدة، شكرا موري، يعني شكرا، وما زالت أمامنا دقيقة واحدة، فأحاول أن ألخص أهم الأفكار التي ذكرت. فسيارة السياسة في منهجية متعددة الأطراف، يعني سيكون يعني سينجح عندما يكون شاملا غير مبعدا لأي شخص، يعني لأي جانب، يجب أن يكون هناك رئاسة مشتركة ويجب أن يكون شفافا. والفكرة إن لاستخدام أدوات جديدة في القرن 21 يكون أن يكون شفافا أيضا من أجل تحصين العملية وزيادة الثقة. فإذا عمليات تستخدم الأدوات المتعددة لكي نتوصل إلى حلول مبنية على المعرفة والمتزنة، فإذا هذا ما خرجنا به من هذه المنصة. يعني شكرا جزيلا للجميع على الحضور، ومرة أخرى شكرا جزيلا لكافة المشاركين. شكرا.